شنو الاسم الحقيقي للشاعر أدونيس؟ وليش اختار هذا الاسم؟ خليكم ويانا. أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج بالمختصر. علي أحمد سعيد الملقب بأدونيس شاعر سوري ولد عام 1930 من أسرة فقيرة عايشة بمحافظة اللاذقية بسوريا. ما تعلم بالمدارس الحكومية قبل عمر 13 سنة، لكن والده حفظ القرآن الكريم وحفظ عدد كبير من الشعراء القدماء. نشأت نشأة فقيرة متواضعة جدا، وأنني لم أعرف كهرباء مثلاً أو الراديو أو السيارة حتى سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة، وأنني بالطبع لم أدخل المدرسة قبل هذه السن. وقد قرأت في مدرسة الكتاب، ولم يكن هناك مكان إلا تحت الشجرة في البرية، لكن تعليمي الأساسي في هذه المرحلة كان على يد أبي الذي علمني القرآن الكريم، كنت أحفظه غيباً، وعلمني أيضاً الشعر العربي ممثلاً بكبار شعرائه من الجاهلية في العصر العباسي وخصوصاً المتنبي. سنة 1944 إجا رئيس الجمهورية السورية وقتها زيارة المنطقة، فاستغل هذا الشيء أدونيس وألقى قصيدة وطنية من شعره، فكل الحاضرين انعجبوا بهاي القصيدة، فدزتها الدولة إلى المدرسة العلمانية الفرنسية بمدينة طرطوس. وكونه ذكي ونبه صارت دراسته للمراحل على شكل عبور لحد ما تخرج من الجامعة باختصاص الفلسفة. من بعدها غادر سوريا وراح إلى لبنان عام 1956 ودرس بالجامعة اللبنانية وأخذ شهادة الدكتوراه بالأدب. بعام 1973 قدم أطروحته الثابت والمتحول، وظلت هاي الأطروحة تمر بسجال طويل من حيث الأفكار والفلسفة المطروحة بيها. من سنة 1981 صارت تدعو الجامعات والمراكز البحثية كزائر لإلقاء محاضراته بفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وألمانيا، وحزت العديد من الجوائز المحلية والعالمية وألقاب تكريم. أعمال أدونيس ترجمت إلى أكثر من 13 لغة، وأدونيس هو أحد وأهم الداعين إلى تجديد القصيدة العربية وتحديثها وتحريرها من المعايير القديمة، والاهتمام بالقصيدة بوصفها وبناءة رؤية متكاملة موحدة الأجزاء، مو فقط مجرد كلام أو صور شعرية. فكتب القصيدة الموزونة الحرة، وكتب قصيدة النثر، وصار ينشر بالعديد من المجلات ويدعو إلى التجديد والتحرير. بالنسبة لي المنفى الأعظم هو المنفى الداخلي وليس منفى الخارج، المفارقة، يعني أن تترك بلادك وتعيش في بلد آخر. هربت مدينتنا فركضت أستجلي مسالكها ونظرت، لم ألمح سوى الأفق، ورأيت أن الهاربين غدا والعائدين غدا جسد أمزقه على ورق. علي أحمد اختار لقب أدونيس لحبه وتيمنه بأسطورة أدونيس اليونانية. وهذا كل اللي عندنا، شاركونا آراءكم بالتعليقات، كتبونا جزء من قصيدته، ونشوفكم بالحلقة الجاية. مع السلامة.